ماذا لو قلت الدرة مرة ولو كانت جرة؟ هذا المثل الشعبي يوضح ويبين مدى غيرة النساء وعدم قدرتهن على قبول زوجة أخرى مهما كانت الظروف والأحوال. لكن متى قيلت هذه المقولة، ومن قالها، ولمن قالها، وما المناسبة التي قيلت فيها؟ ده اللي احنا هنعرفه في الفيديو بتاعنا النهاردة. يحكى قديما أنه تزوج رجل لعدة سنوات، ولكن زوجته كانت لا تنجب، فقالت له يوما: لماذا لا تتزوج بزوجة ثانية تنجب لك ذرية يحملون اسمك ويحيون ذكرك؟ رد عليها الزوج قائلا: أخاف أن تحدث بينكما مشاكل وتؤكر صفو الحياة بيننا. قالت له الزوجة: لا تقلق يا زوجي العزيز، فأنا أحبك وسوف أعاملها معاملة حسنة ولن تحدث بيننا مشاكل أبدا. فقال الزوج لزوجته: سوف أسافر أتزوج زوجة من بلد أخرى لا تعرفك ولا تعرفينها. سافر الزوج وعاد ومعه جرة، والجرة هي وعاء يصنع من الفخار ويوضع فيه الماء. وعاد ومعه جرة ألبسها ثياب امرأة ولفها بعباءته، ودخل بها إلى المنزل ووضعها على السرير في حجرة مستقلة، وجعل زوجته تراها من بعيد وقال لها: إنها نائمة من تعب وعناء السفر، وسوف أعرفك عليها في الصباح. وفي صباح اليوم التالي خرج الزوج إلى العمل، وعند عودته وجد زوجته الأولى تبكي، فسألها قائلا: لماذا تبكي؟ فقالت له: المرأة التي تزوجتها وجئت بها إلى هنا شتمتني وأهانتني، وأنا لن أسكت على هذه الإهانة. فقال لها الزوج: وأنا أيضا لن أسكت على إهانتك يا زوجتي الحبيبة. فقام الزوج وأمسك بعصا وضرب بها الموجودة على السرير على رأسها فانكسرت، ورفع عنها الغطاء، فإذا بزوجته تصاب بالدهشة والذهول، وقد أصابها الخجل والكسوف مما فعلته. ثم قالت لزوجها: اعذرني يا زوجي العزيز، الضرة مرة ولو كانت جرة. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت هذه العبارة مثلا يقال. وكذا يكون عرفنا ماذا لو قلت الضرة مرة ولو كانت جرة. دمتم في أمان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأكون شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.